في محافظة كربلاء ينضم إلينا مراسلنا طارق الخفاجي. مساء الخير طارق، كيف هي الأوضاع الآن في كربلاء؟ نعم رانيا، مساء النور. شهدت محافظة كربلاء اليوم تصعيد واسع من قبل المتظاهرين احتجاجا على عدم قبول مطالبهم بالتغيير الشامل وتجاهل مطلبهم باختيار رئيس وزراء غير جدلي بعيد عن المحافظه. هذا التصعيد شمل قطع يعني بعض الطرق والشوارع الرئيسه منذ صباح اليوم، من بينها شارع السناتر ومجسر الضريبه. لكن في تطور خطير ومفاجئ، القوات الامنيه وفور وصولها يعني مساء اليوم الى شارع السناتر قرب مجسر الضريبه، هناك يعني الذي يشهد تجمهر عدد كبير من المتظاهرين، استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما ادى الى استشهاد يعني المتظاهر بعد اصابته برصاصه استقرت في صدره واصابه 5 متظاهرين اخرين بجروح. وعقب هذه الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنيه، قامت الاجهزه الامنيه بشن حمله اعتقالات واسعه. طالت عدد كبير من المتظاهرين في شوارع حي البلدية وحي النقيب وعدد من المناطق القريبة منها، وأيضا أخطى هذا الحادث يعني وسقوط ضحايا من المتظاهرين في شارع السناتر. تعالت أصوات يعني المتظاهرين في ساحة الأحرار تنديدا باستخدام القوة المطلقة والرصاص الحي. طيب طارق، أود أن أسألك حول هذه النقطة بالتحديد، يعني عملية استخدام الرصاص الحي وعملية الاعتقالات، هل تم بسبب أنه المتظاهرين فقط قاموا بقطع الطرق، أم أن هناك مجموعة من المتظاهرين مثلا أرادوا الدخول إلى مؤسسات حكومية أو إغلاق مؤسسات حكومية معينة؟ نعم، المتظاهرين يعني لم يقوموا بأي أعمال يعني لم يقوموا بالاعتداء على المؤسسات الحكومية أو عمليات تخريب. هم كانوا يقطعون الطرق يعني والشوارع أو التقاطعات الرئيسية، ولكن يعني في تصرف مفاجئ، وقامت القوات الأمنية بفتح يعني إطلاق النار عليهم بصورة مباشرة، مما أدى إلى استشهاد متظاهر وإصابة عدد منهم. يعني اليوم المتظاهرين في كربلاء يعني طالبوا الأجهزة الأمنية والقيادات يعني القيادات الأمنية يعني طالبوا بفتح تحقيق بالحادث وتسليم الجنات إلى العدالة. وماذا ردت القيادات الأمنية؟ اليوم يعني كشف مصدر في قيادة عمليات الصراط الأوسط اليوم للرشيد أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيق بجريمة استشهاد المتظاهر في شارع السناتر وإصابة آخرين، مؤكدا أن هناك توجيهات كانت قد صدرت من القيادات العليا في وقت سابق بعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين وتحت اي ظرف كان. الان يعني ما زال يعني المحتجون يقطعون بعض الطرق والشوارع الرئيسيه في المحافظه امام حركه العجلات لاشعال الاطارات وسط الشوارع، وايضا هناك تواجد العشرات من المتظاهرين في ساحه زيد وبعض المناطق القريبه. اليوم متظاهرو كربلاء اكدوا يعني رفضهم لجميع الاسماء المرشحه لرئاسه الوزراء التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام او في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين انهم لن يقبلوا بمرشح غير مستقل لا تنطبق عليه المواصفات التي وضعوها في وقت سابق، وانهم سيستمرون بالتوسع والتصعيد بالاحتجاجات السلميه لحين تحقيق المطالب التي خرجوا من اجلها. طارق الخفاجي مراسلنا من كربلاء، شكرا لك على كل هذه المعلومات.